السلام عليكم أعزائي الكرام. أعزائي، حتى حاجة ما كتمنع من إحراز التفوق والنجاح، وحتى حاجة ما كتمنعك تكون طموح وتفكر دائما أن الهزيمة الداخلية للنفس أخطر بكثير من الظروف الصعبة المحيطة بك. قصتنا اليوم إهداء للتلميذ ريان اللي كانت منالو دائما النجاح والتفوق. ونبدأ القصة ديالنا بكان يا مكان. كان ريان تلميذ في الصف الثالث ابتدائي، محبوب من جميع أصدقائه وعائلته. ريان متفوق في دراسته وشجاع، وكان عنده واحد صديق سميته قاسم. قاسم ما كانش شجاع كيف حال ريان، وكان ريان دائما كينصحو باش يكون شجاع كيف حاله، ولكن بلا فائدة. وفي واحد النهار كالعادة رن جرس الاستراحة، وخرجوا التلاميذ كلهم من فناء المدرسة. شاف ريان الصديق ديالو قاسم كيضربو أحد الطلاب المشاغبين باش ياخد منه الحلوى اللي كانت معاه. مشى ريان بالزربة باش يدافع على الصديق ديالو، وقال للمشاغب: خلي عليك صاحبي. جاوبو الولد المشاغب: وإذا ما خليتوشي شنو عتعمل؟ باينة عن ضربك حتى انتينا. قالو ريان: إذا ما خليتيشي دابا عنشكيك للمدير. قال الولد المشاغب: إذا مشيتي عند المدير عنستناك ملي تخرج من المدرسة ونضربك، وما عجبر شكون يعاتقك لا مدير ولا حتى حد. ريان ما خافش من كلام ديال المشاغب، ومشى عند المدير بالزربة وخبره باللي وقع. المدير عاقب الولد المشاغب ومنعه من دخول المدرسة مرة أخرى حتى يجيب ولي أمره. وهو يعتذر الولد من المدير وطلب المغفرة، وقال: من عاودشي مرة أخرى، من عاودشي، إذا عاودت عاقبني أشد العقاب. وبعد انتهاء اليوم الدراسي خرج ريان والصديق ديالو قاسم من المدرسة، وكان الولد المشاغب كيستنى ريان باش يضربه كما قال. غير شد ريان وهو يجي المدير، حيت المدير كان عامل خطة مع ريان باش يشوفوا الولد المشاغب شنو عايعمل. عاقب المدير الولد المشاغب ومنعه من الفسحة وحصص الألعاب لمدة شهر، حيت كان مشاغب وكذاب. وكرموا ريان على الشجاعة ديالو في طابور الصباح، واعطاه المدير جائزة ديال أشجع الطلاب. والآن أعزائي ننتقلون للقصة الثانية، ونبدأ بكان يا مكان. كان واحد الولد سميته ريان، وكان مجتهد بزاف في دراسته، كيبغي المدرسة والمعلمين ديالو بزاف. حتى المسائل الرياضية الصعبة كانت ما كتاخدش معاه سوى بضع دقائق باش كيحلها. كانت كتشكر المعلمة ديالو بزاف، حيت دايما كيحرص على الدراسة ديالو وما كيخليش الدروس تتراكم عليه. وفي واحد النهار المعلمة طرحت واحد السؤال صعيب بزاف. ريان الوحيد اللي عرف الإجابة على هاد السؤال. المعلمة فرحت به وشكرته على التفوق ديالو الدائم. جا وقت الاستراحة باش ينزلوا كل الطلبة من الفصول وياخدوا واحد القدر من الراحة بين الحصص، إلا تلاميذ الفصل الخاص بريان جلسوا معاه والتفوا عليه وبداو كيسولوه على السبب ديال التفوق ديالو. وهو يجاوب مريان النوم اللي كيمشي للدار كينعس واحد الساعة باش كيرتاح، ومن بعد كينوض يراجع دروسه ويخرج تمارينه أول بأول،
وما كيضيعش وقته في أي شيء تافه أو غير مفيد. كان كيتحدثوا أصحاب ريان معاه، كان مصطفى الزميل ديالو في نفس الصف كيشوف فيه بغيض شديد، وكيحسد ريان على الذكاء والفطنة اللي كيملك. فكر مصطفى كيفاش يخلي ريان يولي كيف حاله. مشى عند ريان وقال، والتلفاز ريان كتفرج فيه؟ جاوبو ريان، طبعا لا، هو غير كيضيع الوقت. وهو يرد عليه مصطفى كيضحك ضحكة ساخرة، كيفاش ما كتفرجش في التلفازة وفيه برامج مسلية وممتعة وكارتون وأشياء أخرى مسلية ومفيدة؟ رد ريان، ولكن كيضيع الوقت بزاف. وخا ريان بغى يبقى بعيد من مصطفى، ولكن كان مصمم يقنع ريان بفكرة أن التلفاز مسلي وضروري يشاهده. وبالفعل نجحت خطة مصطفى، وريان مشى للدار وقام بفتح التلفاز ومشاهدة البرامج اللي كاينة فيه اللي خلاه يضيع الوقت بزاف ويقصر في الواجبات ديالو. هاد الأمر خلى الأم ديالو تلومو بزاف على اللي كيعمل، وتراجع المستوى الدراسي ديال ريان، وغضبت المعلمة ديالو منه وقطعته حيت همل الدروس ديالو. ريان شعر بالذنب كبير تجاه الوالدة ديالو والمعلمة، وهو قرر يهتم بالدروس ديالو مرة أخرى. لاحظ مصطفى بأن ريان رجع للتفوق ديالو والاهتمام ديالو بقرايته، وهو قرر يتحدث مع ريان على التلفاز بأنه أمتع ومسلي وحسن من القراية. ولكن رد عليه ريان وقال، أنا ما بغيش نتفرج، ولكن بغي ننجح في الدروس ديالي كما كنت. وبالفعل ريان اهتم بالدروس ديالو مرة أخرى، وكانت الأم والمعلمة في منتهى السعادة بعودة ريان للمستوى ديالو الدراسي وتفوق أكثر وأكثر. مصطفى غار من ريان بزاف وقرر يقلده، وولاو هما بجوج في نفس المستوى الدراسي العالي، وولاو من الأصدقاء المقربين، وولاو كيشجعوا بعضهم على القراية، وهكذا عاشوا في سعادة وهناء. النهاية. أعزائي، كنختموا القصة ديالنا بمقولة أرسطو، جذور التعليم مريرة لكن ثمارها حلوة. شكرا لكم وشكرا للدعم ديالكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وبارتاجيو مع الحباب والصحاب. ومع السلامة، إلى قصة أخرى إن شاء الله.